أبو جهل. من الذي قتله؟ عمر، عثمان، علي، سيدنا رسول الله. لو كان الذي قتله سيدنا رسول الله لكان قتلة أبو جهل قتلة مشرفة. قتله واحد من الكبار، إنما رب العالمين يجعل نهايته على يد طفلين. طفلين تسلموا داخل الجيش. يقول سيدنا عبد الرحمن بن عوف: فجاءني احدهم عن يميني والاخر عن شمالي معاذ ومعوذ، وقال لي: يا عماه ارنا ابا جهل. فقلت: لماذا تريدان يا ابا جهل؟ قال: يا عماه بلغنا انه كان يؤذي رسول الله ونحن نريد ان ننتقم لرسول الله. فاشرت اليه، هو في هذا المكان، هو الطويل الضخم. يقول: فساهم واحد منهم ورفع السيف على فخذه الايمن وضربه، وضربه الثاني على فخذه الايسر فوقع على ارض المعركه. شوف نهايته على يد طفلين. هل مات ابو جهل؟ لا، وانما ربنا سمى يوم بدر يوم الفرقان. وشوف العدل، سمى القرآن الكريم بيوم الفرقان، يوم بدر يوم الفرقان. وقال عن القرآن الكريم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. يأتي عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود دليل مع أبو جهل أكثر من موقف. لما نزلت سورة الرحمن على سيدنا رسول الله وهو في مكة، قال للصحابة: أيكم يذهب بها ويقرأها في نادي قريش؟ سيدنا عبد الله بن مسعود كان صوته جميل، وكان النبي بيحب يسمع منه القرآن. فقال: أنا يا رسول الله. فقال له الصحابة: اجلس يا ابن مسعود، أنت لست طويل البنيان، أنت جسمك ضعيف، وليس لك أهل ولا عشيرة حتى يحموك من القوم. فقال: أنا يا رسول الله. فقال له النبي: يزهر. فذهب عبد الله بن مسعود وأخذ يقرأ القرآن لصوت الرحم الجميل حتى أنهى سورة الرحمن. فجاء إليه أبو جهل ومسكه من شهمة وأخذ يفرق فيها ويقول له: ألم يبق إلا أنت يا ابن أم عبد؟ وأخذ يفرق فيها ويفرق فيها حتى قطعها، وجاء إلى رسول الله وهي مقطوعة والدم ينزل منها. في يوم بدر رآه عبد الله بن مسعود صريع الأمر، فأخذ يقاتله، نايم على ظهره مع ذلك لم يستسلم، أخذ كان له قرابة به.
سورة التيمم نزلت آية التيمم لم تنزل بعد، فأنزل الله المطر من السماء ليطهر به قلوبهم. نمرة واحد. نمرة اثنين، ليثبت به الأقدام، لأن الأرض كانت أرض رملية والأرض الرملية بتغوص فيها الأقدام فبتعطلها عن الحركة. رب العالمين أنزل المطر على المسلمين ليثبت به الأقدام. جنود، وما يعلم جنود ربك إلا هو. الشمس خرجت في هذا اليوم حامية مغرقة، فكانت في ظهور المسلمين وكانت في وجوه الكافرين. وما يعلم جنود ربك إلا هو. انتهت. فإنهم عباد، وإن تغفر لهم فإنك أنت.
العباس جاء من بين الأسرى فقال له النبي: أين فداؤك يا عماه؟ فقال له: يا ابن أخي، بذلت كل مالي في الحرب. قال: يا عماه، اذكر الحوار الذي مضى بينك وبين أم الفضل قبل أن تخرج للمعركة. ألم تقل لها: إن حدث لي شيء فهذا مالي مخبأ في المكان الفلاني؟ يا من مكة إلا ودخله
المقاتلين الشهداء الشرفاء الموحدين في غزوة الفتح 314